أول طلوع للشمس بعد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وصف الإمام محمد الباقر عليه السلام الساعات والدقائق الأولى من ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في حديث له مع المفضل بن عمر وهو أبرز تلامذته، فقال عليه السلام: يا مفضل، يظهر وحده ويأتي البيت وحده ويلج الكعبة وحده، فإذا نامت العيون وغسق الليل نزل إليه جبرائيل وميكائيل عليهما السلام والملائكة صفوفا، فيقول له جبرائيل: يا سيدي، قولك مقبول وأمرك جائز. فيمسح عليه السلام يده على وجهه ويقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. ثم قال: ويقف بين الركن والمقام فيصرخ صرخة فيقول: يا معاشر نقبائي وأهل خاصتي، ومن ذخرهم الله لنصرتي قبل ظهوري على وجه الأرض، ائتوني طائعين. فيسمعونه في صيحة واحدة في أذن كل رجل فيجيئون نحوها، ولا يمضي لهم إلا كلمحة بصر، حتى يكون كلهم بين يديه عليه السلام بين الركن والمقام. فيأمر الله عز وجل النور فيصير عمودا من الأرض إلى السماء، فيستضئ به كل مؤمن على وجه الأرض، ويدخل عليه نور من جوف بيته، فتفرح نفوس المؤمنين بذلك النور وهم لا يعلمون بظهور قائمنا أهل البيت عليه وعليهم السلام. وأضاف: ويصبح الناس بمكة فيقولون: من هذا الرجل الذي بجانب الكعبة؟ وما هذا الخلق الذي معه؟ وما هذه الآية التي رأيناها الليلة ولم ترى مثلها؟ ويكون هذا أول طلوع الشمس في ذلك اليوم. فإذا طلعت الشمس وأضاءت، صاح صائح بالخلائق من عين الشمس بلسان عربي مبين يسمع من في السماوات والأراضين: يا معشر الخلائق، هذا مهدي آل محمد، بايعوه تهتدوا ولا تخالفوا أمره فتضلوا.